مرحبا بكم. إليكم التشكيلة الأغلى قيمة سوقية في الكار. البداية بحراسة المرمى أندري أونانا حارس الكاميرون 40 مليون يورو. رباعي الدفاع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بقيمة سوقية 65 مليون يورو، بجانب إيدمون داتا باسوبا بأربعون مليون يورو. الإيفواري عثمان دياموندي 40 مليون يورو، بالإضافة إلى النجم المغربي وبايرن ميونخ نصير مزراوي بقيمة بلغت 30 مليون يورو. خط الوسط بقيادة الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ب 35 مليون يورو، بالإضافة إلى محمد قدوس موهبة غانا 45 مليون يورو، بالإضافة إلى السنغالي إسماعيل صار 35 مليون يورو. خط الهجوم أمين عدلي 25 مليون يورو، بالإضافة إلى الفرعون المصري أسطورة ليفربول محمد صلاح ب 65 مليون يورو، والنجم النصر النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي 110 مليون يورو. في رأيك من سيخطف الأضواء من بين هؤلاء النجوم في كان كوت ديفوار؟ وبالتوفيق للجميع.